إلى ترند وعنوان ترند اليوم يمنحنا الحياة فنمنحهن الموت. عبر الهاتف نناقش الوضع الصحي في ولاية القضارف وتحديدا الوضع الصحة الإنجابية. يسعدنا أن تنضم لنا عبر الهاتف الأستاذة سلوى زكريا إبراهيم عبد الله منسق الصحة الإنجابية بولاية القضارف. مساء الخير عليك أستاذة سلوى، وبداية حدثينا عن واقع الصحة الإنجابية في ولاية القضارف. طيب، في البدء كل بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الله والمرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشكر الأستاذ الهايمين على استضافتي في غنى. وبالنسبة لواقع الصحة، بالنسبة لواقع الصحة في القضارف، الحمد لله رب العالمين، واقع محزن وأليم، ونحمد ونشكره إن شاء الله ربنا يسهل الأمور، و نحن بنأمل في أنه الأمور حتمشي في لأحسن إن شاء الله لقدام إن شاء الله. طيب أستاذ سلوى، يعني شنو الأسباب اللي بتؤدي إلى زيادة معدل الوفيات عند السيدات؟ لا شك أنه في أسباب لزيادة وفيات الأمهات، لكن لو جينا نظرنا للأسباب دي بنلقاها مجتمعة مع بعض. نعم. ابتداء من الإدارة، وفي تغلبات في الإدارة، ونقول بعد ذاك بنجي على المستوى المؤسسات الصحية، بنلقى برضو في نقص في المعينات ونقص في الأدوية العلاجية. برضو لو جينا على مستوى القبالة والشغل في المجتمع، بنلقى إنه برضو في نقص في الإدراك الوعي الصحي. يعني طيب، حالات التطعيم يعني من بعد الشهر السابع تحتاج السيدة الحامل إلى تطعيم لقاح التيتانوس، وبعض السيدات يصابن يعني بداء السكري أو ما معروف بسكري الحمل. هل بيكون في متابعات؟ هل الأمصال موجودة؟ ولا من وين بيجي الخلل؟ ساعات مع لحظة الولادة برضو بيحدث ما يسمى بالتسمم في الحمل أو الارتفاع الزايد لضغط الجنين. والله الحمد لله، هو بالنسبة كعمل بنلاحظ من خلال التقرير السنوي، النصف السنوي اللي كان قدمناه، انه في زياده بعض على الشغل الصحي، لكن بالمقابل في نفس الوقت في زياده في كميه الولادات بالمنزل. يعني من الناحيه الاولى بنقول انه فعلا الصحه شغاله وبتعمل في شغلها كويس، لكن في نفس الوقت يعني الاقبال عليه وعلى المستوى المجتمع برضه محتاج ليه زيادة. فالمتابعات على مستوى رعاية الحمل، وخاصة في الفترات الأخيرة، في الفترة الذكرية حسية، نعم، بتبدأ في البداية كويسة، السيدة بتجي لكن بتجي في نهاية الحمل ما بتواصل للأسف. يعني التكسير من الأم نفسها ما عندها الوعي الكافي بأن هي يفترض تتابع خلال فترة التسعة أشهر بالكامل. بالضبط، ممكن يبدا كده، وممكن يبدا في نفس الوقت الحاله الاقتصاديه المتدنيه برضه، لانه تعتبر انه العلاجات الخدمات الصحيه فيها كوست شويه، فيها معلش تكاليف. اها بس لا اعبائها بالنسبه لي. طيب بسال عن عدد حالات الوفيات اذا كانت هنالك احصائيات. فعلا بتوجد احصائيات، حصل خلال السنة دي 2022 يناير لغاية شهر 6 اعتباره نصف السنة، كانت تبلغ 53 حالة. 53 في الربع الثالث حسي التبليغ 26 حالة، جملتها 79 حالة الآن. فمقارنة بحالات الولادات الحية، هي كلها مضاعفات ما بعد الولادة ولا الوفاة بتحدث أثناء الولادة؟ يعني لا، أسباب متعددة. أها. منها في نزيف الدم بعد الولادة، وده بيمثل أكثر شيء، فيها تقريبا زي 15 حالة. بعد ذلك بتجي الحالات بتاعت الجلطات الرئوية بتمثل زي 8 حالات. في الحالات بتاعت الإطلانسيا هي 7 حالات. فنحن لو جينا لأسباب الوفيات ذات عامة بتتقسم لأسباب مباشرة، يعني دي من الوالدية، أو أسباب غير مباشرة بتجي من ملاريا أو أنيميا أو كده، وفي أسباب غير معروفة. فمن جملة الحاجات زي ما ذكرت لك، الحاجات اللي بتكون مباشرة
ذكرت لك النزيف والإكلامسيا، وذكرت لك إنه في الإكلامسيا. برضو الجلطات الرئوية، في برضو أحلاط الإكلامسيا. الأعصاب الغير مباشرة عندنا زي 4 ملاريا، 2 كلابار، في أنيميا، 1 التهابات شعب هوائية. تمام. طيب أو 4 يعني عندنا. لو جيت أتساءل، أول الولادة معروف عنها هي نوعين، يعني في الولادة القيصرية وفي الولادة الطبيعية، حالات الوفاة أكثر وين عندكم، في القيصري ولا في الولادة الطبيعية؟ والله للأسف الشديد وفي الحالات الطبيعية. في الحالات القيصرية الحالات الطبيعية. الطبيعية مع الأسف. هاي نعم. الطبيعية وليست الغيصرية. هاي. تمام. طيب يعني برضو الأمهات بمعسكرات اللاجئين اللي بتقع مع حدود الولاية، إذا كانت هنالك نسبة للزائرات أو السيدات اللي يعني بينجبوا في المستشفى الخاص بالولاية. طبعا بالنسبة للنساء الحوامل في المعسكرات، هم عندهم معسكرات في المعسكرات عندهم مستشفيات خاصة بهم، بس للأسف الشديد نحن ما عندنا لون تسجيل لغاية الآن، وكان دي من جملة التوصيات اللي طلعت في الاجتماع بتاع اللجنة الفنية لتغطي وفيات تبليغ وتغطي وفيات الأمهات الأسبوع الماضي، فوصوا انه يكون في تسجيل وتبليغ للوفيات اللي بتحصل داخل المعسكرات لانها جزء من الولايه. تمام. طيب خليني أسأل، يعني هل الوفيات برضو تشمل الأطفال حديثي الولادة ولا فقط محصورة على الأمهات؟ لا، المفترض التبليغ المفترض والتغطي يكون على حتى على مستوى الحديثي الولاده، انما في إدارة خاصة بهم هي إدارة صحة الأم والطفل، فهي بتقوم بالمهام دي. تمام. طيب أنا بسأل عن الوضع بالنسبة للأطفال، يعني بعض الأطفال قد يولدوا في شهور مبكرة أو ما يعرف بالأطفال الخدج، هل المستشفى جاهزة لاستقبال الأطفال الخدج أو اللي ما تم اكتمال النمو داخل بطن الأم لحد الشهر التاسع أو الأسبوع 36؟ فبالنسبة لوفيات الحديثي الولادة، أو طبعا بخصوص أطفال حديثي الولادة، نعم. للأسف الشديد حتى المستشفى على مستوى التأهيل هنا بنلقى إنه حتى يعني بعد ما من البداية كان في نقص في المعينات، والمستشفى بعد ذاك جهزت المعينات وبقت جاهزة، لأنه اسمها نيرسري، الحضانة بتاعت الأطفال القدش جاهزة، لقينا إنه عندنا مشكلة في الاختصاصي بتاع الأطفال اللي هيكون مباشر للشغل ده. هي حضانة ولا نيكو أو العناية الفائقة لحديثي الولادة؟ العناية الفائقة نيكو. لحديثي الولادة. تمام. طيب بعد كل الأخبار الصادمة اللي أنا سمعتها من حضرتك، وهي في نفس الوقت مزعجة، يعني بدل ما حقيقة. نستقبل مولود والأسرة ترجع فرحانة، للأسف يعني بترجع حزينة جدا. للأسف عملتوا شنو أنتوا، يعني الدور اللي قمتوا به وعلى الأقل لتصدي هذه الظاهرة المزعجة أو للحد من التقليل من نسبة الوفيات، سواء كان للأمهات أو حتى للأطفال حديثي الولادة؟ حتى زي ما تفضلت في الكلام معاكي، نحن يا دابي عقدنا اجتماع لمناقشة الأسبوع اللي قبل 3 أيام تقريبا نعم. بالضبط كده، بسبب الكلام ده، وقلنا نحن دي يعني بيحقق في جذور المشكلة، وإن شاء الله نحاول إن شاء الله. أبرز المخرجات أو التوصيات اللي طلعتوا بها، حاولي أدينا ليه على أساس إنه صوتكم يصل للجهات المختصة، وإذا كان في إمكانية للإسعاف إن شاء الله نحاول نلحق. طيب، من ضمن التوصيات اللي كان طلعت في كان توصيات بخصوص المستشفيات في الأطراف البريفريز، الأطراف زي مستشفى دوقة ومستشفى الشوك، دي يتم تأهيلها تأهيل كامل لأنه عشان تخفف من الضغط على المستشفى التحميلي. برضو من ضمن التوصيات إنه نحن ندخل منظمة كور في إنها تساعدنا في التبليغ والتقصي والرصد في وفيات الأمهات بالنسبة للأمهات اللي بتوفوا داخل المعسكرات. تمام. طيب، من ضمن التوصيات اللي يكون في مابينج كامل بالنسبة للأسباب، وإن شاء الله الناس يعني تمشي في حلها.
إن شاء الله. طيب يعني النسب اللي أنا سمعتها من حضرتك هي نسب مخيفة إلى حد ما، يعني معليش خلينا نطرق لأنه هل المستشفى جاهزة بالكفاية لاستقبال السيدة الحامل؟ خلينا إذا كان التقصير منا، هل الكوادر الطبية مؤهلة؟ هل تم تدريب الاختصاصي النساء والتوليد أو طلبة الامتياز؟ أنا ما عارفة بالضبط، يعني أحكي لي عن الكوادر، هل تم تدريبهم بالقدر الكافي لاستقبال حالات الولادة وكيفية التعامل مع الحالات الحرجة؟ هم فعلا بطبيعة الحال أصلا الطبيب يعتبر قادر ومدرب طالما خش في المستشفى، والطبيب أقصد الأخصائي اللي شغال معه في الوحدة بيدربه على الشغل، لكن زي ما قلت لك برضه في غياب بالنسبة للشغل الإداري عندنا زي السنة اللي فاتت تقريبا في غياب كان في الشغل بتاع الصحة الإنجابية على مستوى أنا بعرف هنا. فالتدريب حاصل، حتى احنا في الأيام اللي فاتت دي كان دربنا ناس، وإنما يعني بس الحمد لله نقول الأمور هتتدارك ثاني اللي قدام. إذا سمحت لي مزيد من التوضيح لأنه في خلل في الطاقم الإداري، بس مزيد من التوضيح. في لابد انه طبعا واضح لكل الناس انه الدوله كان تعرض لهذا بمناسبه جائحه كورونا في 2020 وانت جايه 21 19 2021، ففي الفتره دي حصل تيرن اوفر سريع او تعيين لعده بتقريبا 6 مدراء صحه انجابيه متعاقبين. فالستة إدارات دي يعني ما بتكون ثبتت عشان بعدك ترسخ وبعدك تمشي في شغل كويس، فده أدى لخلل في العمل الإداري بتاع الإدارة وفي ظهر على مستوى الخدمات. تمام. طيب هل فكرتوا أنه تعملوا حملة أنتم بنفسكم تقوموا مثلا بزيارة الأحياء سواء كان في المدارس أو في النوادي الرياضية وتقدموا نشرات من الوعي وجرعات تثقيفية للأمهات على أساس أنها تقدر تلتزم لمتابعة الطبيب طوال فترة الحمل وإن شاء الله تعدي فترة الحمل بسلام؟ لا إن شاء الله، دي طبعا من ضمن الحاجات المخطوطة إن شاء الله تدعم من الأنشطة إن شاء الله. طيب حاليا الخطة شنو أستاذة سلوى اللي انتوا وضعتوها طالما تعرفت الاسباب وكونتوا لجنه وناقشتوا الموضوع من قبل 3 ايام زي ما حضرتك تفضلتي وذكرتي الخطط اللي او النقاط اللي طلعتوا بها من الاجتماع وساعين ان شاء الله لانكم تشتغلوا عليها جاهدين؟ طيب لغايه الان على ضوء التقرير ظهر لنا انه كان في البلديه والغربيه محليه الغربيه ومحليه الرهط من ضمن اكثر محليات اللي كان ظهر فيها حاله وفاه، وبرضو دي الحاجات دي قلنا نحن حركت عليهم حنمشي عليهم ان شاء الله نزيد الوعي هناك في البلد دي، ومن ضمن الحاجات زي ما قلنا انه في نقص في المعينات، فالناس حتحاول تفتش تشوف المشاكل وين بتاعت المعينات وحتبدا المستشفيات ان شاء الله بها، والتزمنا انه برضه يكون في تدريب مستمر ان شاء الله للاطباء للمستشفيات ان شاء الله. طيب هل في اي فكره بتاع التعاون مع يعني مثلا اقرب مستشفى موجوده يمكن كسلة او حلفة الجديده هي من اقرب الاماكن لكم اذا كانت هناك الكوادر مؤهله لاستقبال السيدات الحوامل؟ هل في تنسيق زي ده ممكن تكونوا شغالين عليه انه في بعض الحالات يصعب استقبالها فبيتم تحويلها لولايه او لمدينه اخرى؟ لا لا طبعا ما في حاجه زي دي، هم الشيء المتعود انه اصلا من المحليات الناس بتجيب للمركز التاهيل المستشفى التاهيلي باعتباره هو السنتر بتاع الولايه. تمام. ربنا يعينكم ان شاء الله ونسمع عنك في القريب العاجل وعن ولايه القضارف خلو يعني وفاه الامهات وحتى الاطفال، وان شاء الله احنا حنكون متابعين معاكي، واذا حبيتي اي جديد ان شاء الله عبر سودان 24 قرات احنا بنكون طبعا سعيدين بمتابعتك واخر الاحصائيات ان شاء الله. شاكرين ومقدرين ليكي استاذه سلوى زكريا ابراهيم عبد الله منسق الصحه الانجابيه بولايه القضارف، تحياتي وشكرا لك.